السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بالنشرة الجوية. الأجواء اليوم معتدلة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعتها 28 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المسجلة اليوم 29 درجة مئوية، والصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت، أجواء معتدلة ورياح شمالية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 9%، والرؤية الأفقية جيدة 12 كيلومتر. حاليا تتعرض المنطقة لأنظمة جوية ضعيفة، ابتداء من باكر العصر إن شاء الله تتعرض المنطقة لامتداد منخفض جوي تتحول مع الرياح إلى جنوب شرقية، تظهر معها فرص ضعيفة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق. كذلك تنشط الرياح الجنوبية الشرقية باكر إن شاء الله توصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة مع فرص للغبار. أما الأجواء المتوقعة هذه الليلة، متوقع أجواء تميل إلى البرودة ورياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها 26 كيلومتر في الساعة. تتكاثر السحب تدريجيا. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة مدينة الكويت 20 درجة مئوية، العبدلي والشقاية والسالمي من 15 إلى 16 درجة مئوية، مطار الكويت توصل إلى 19 درجة مئوية. أما جزرنا الشمالية وربا وبوبيان وفيلتشا من 18 إلى 25 درجة مئوية. أما الأجواء المتوقعة باكر الظهر إن شاء الله راح تتكاثر السحب تدريجيا وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية تدريجيا توصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة مع فرص للغبار وفرص ضعيفة لأمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية. فرص الأمطار ضعيفة ولكنها موجودة إن شاء الله. كذلك يرتفع الموج باكر إلى أكثر من 6 أقدام، والأجواء البحرية غير مناسبة لممارسة أي نشاط بحري. درجات الحرارة باكر الظهر تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية، وتوصل إلى 31 بالمناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد. أما الأجواء البحرية المتوقعة لـ 24 ساعة القادمة إن شاء الله، متوقع أن الموج يكون خفيف إلى معتدل، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 2 إلى 6 قدم. الأجواء البحرية غير مناسبة لممارسة أي نشاط بحري باكر لسلامتكم. مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، أذان الفجر الساعة 4:47 دقيقة، شروق الشمس الساعة 6:08 دقائق، وأذان المغرب الساعة 4:55 دقيقة. أما الأجواء المتوقعة الخمسة أيام القادمة إن شاء الله في مدينة الكويت، متوقعة أجواء بشكل عام معتدلة في فترة النهار، ولكن العظمى مثل ما نلاحظ قاعد تنزل عن 30 درجة مئوية وتوصل إلى 26 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين، والصغرى متراوحة ما بين 16 إلى 14 درجة مئوية. الرياح مستمرة حتى ليوم باكر، جنوبية شرقية توصل سرعتها إلى 45 كيلومتر بالساعة، تتزايد تدريجيا مع فرص للغبار. كذلك فرص الأمطار واردة باكر ومستمرة معنا فرص الأمطار حتى يوم الجمعة إن شاء الله. يستمر نشاط الرياح ولكن تتحول إلى شمالية غربية توصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. كذلك تتعرض المنطقة ابتداء من يوم الجمعة إلى جبهة هوائية باردة، راح تنزل معها درجات الحرارة بشكل تدريجي مثل ما احنا ملاحظين. سرعة الرياح باكر او يوم الجمعة من 15 الى 40 درجة مئوية، يوم السبت توصل الى 35 كيلومتر في الساعة، ويومي الاحد والاثنين 30 كيلومتر في الساعة. كذلك تتكاثر السحب تدريجيا. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الجوية لليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، ونترككم الان في جولة لدرجات الحرارة في بعض عواصم العالم. الى اللقاء.